صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم أربعة لسنة 2020 بإعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية جاء فيه يعاد تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية على النحو الآتي وكيل الوزارة لشؤون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة رئيساً الوكيل المساعد لتنميه الصناعه بوزاره الصناعه والتجاره والسياحه نائبا للرئيس مدير اداره التخليص الجمركي بشؤون الجمارك بوزاره الداخليه عضوا مدير اداره التسجيل بوزاره الصناعه والتجاره والسياحه عضوا اقتصادي علاقات دول مجلس التعاون بوزاره الماليه والاقتصاد الوطني عضوا وتكون مده عضويتهم في اللجنه المذكوره ثلاث سنوات قابله للتجديد